السلام عليكم، تبارك الله عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم. قبل ما نبداو ان شاء الله، ما تنسوش تفعلوا خاصية الجرس وتضغطوا على الزر لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اخوتكم، ما تخليوش كومونتير تما، وفعلوا خاصية الجرس في الواتساب، في الفيسبوك عفوا، في الانستغرام، وفي قناة ديال اليوتيوب، وحتى التيك توك تا هو راني غادي نخلي لكم ميديان ديال كاع لي ريزو سوسيال. وتبارك الله عليكم اخوتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تخلوش علينا باش تبارطاجيو وتدعمونا. في هذه الحلقه هذه ان شاء الله غنقدموا لكم كيفاش انك تكتب وتغلط الكتابه، حيت اصلا كما قلت لكم راه الدوره ديال مايكروسوفت راه مازال ما انتهت، وان شاء الله راه ديما غادي ندير فيها فيديوهات، وغادي ندير لها بلاي ليست ديالها بوحدها، غنحط فيها دورات مايكروسوفت الا بغيتي تتعلم من ا حتى لزيد. حنا ما غنبخلوش عليكم، زعما نقولوا راه هاد الدروس ماشي مفيده، راه الناس كيجي جيل وكيجي جيل باش انه يلقى، باش انه يتعلم، وغايدير كيفاش تعلم يوتيوب الدوره ديال مايكروسوفت، ولا غايضربها في يوتيوب غاطيح له. تبارك الله عليكم، باش ما نكثروا عليكم في الهضره بزاف، باش نديرو خير الكلام ما قل ودل، غنمشيو باش اننا نشوفو الدرس ديالنا. في الدرس هذا غنتعرفوا كيفاش انك تغلط الكتابه، وكيفاش تغير الخط ديال هذه الكتابه اللي كتبتي، وكيفاش انك تبدل الالوان، يعني ثلاثه د الحوايج اللي كاينين في هذا الدرس هذا. تبارك الله عليكم، وما تخلوش عليا بالضغط على زر لايك و بيس اند لوف. تحياتي في هذه الحلقه هذه، سير على الله. احنا بدينا نجيبو هذه، نديروها في الوسط، اللي غادي نديرو هذه في الوسط، نكتبو اعلان. هذا الاعلان نسيليكسيونيو، قبل ما نسيليكسيونيو غنجرو هاد الخط هذا، وكنوطاو على شيفت و تا، حرف تا، نكتبو بعدا اعلان. تن تن اعلان، غنجيو لهنايا، غنجرو، غادي نطالع شيفت و تا باش يكون عندنا خط طويل. غنسيليكسيونيو هاد الاعلان ديالنا، لا غادي نجيبوها في الوسط، سيليكسيونيوه، هو تسيليكسيونا، انا طوع على 48، هو راه كبرنا. هي الطريقة ديال تكبير الخط. غنمشيو باش اننا نغيرو الكتبة. انت يعني عندنا هنايا الاريال، اريال يعني عندنا انواع ديال الخطوط، هذا هو خطوط، هذا هو الدرس ديالنا. غنجيو نوريكم واحد المعلومه هنايا، سيليكسيونيو بعد هاد الاعلان، سيليكسيونيو، غنمشيو للالوان، كنديرو حمار هكا باش الى بغيتي تزرق، هكا الى بغيتي دير بغيتي دير الالوان تستعملهم وعادي. تبارك الله عليكم، يعني هذا هو الدرس ديالنا الدراري، خفيف ظريف. الى بغيتي تنرجستري داكشي اونرجستري، مبغيتيش عادي. وهذا هو الدرس، نتمنى انكم يعجبكم هذا الدرس هذا، ويتلوح ثلاثه الدروس. المهم نحاول انني نصاوب هاد جوج الدروس دابا، ومن بعد باش انني نلوح لكم الدرس الثالث. سجلت ثلاثه الدروس باش انني نلوحهم، ولكن غنلوح لكم غير جوج، ومن بعد نلوح داك الاخر، داك الدرس الثالث. وما كرهتش انني نلوح دابا نيت، ولكن غنلوح لكم غير جوج دروس، من بعد انني نلوح لكم جوج دروس اخرين مع مايكروسوفت. الدرس الثالث اللي سجلت غادي نلوحو مع عاوتاني درس رابع في مايكروسوفت، دائما في مايكروسوفت، ما غاديين فين، ما غنمشيو لا البوربوانت لا حتى حاجه، تاني نكملو مع مايكروسوفت. تبارك الله عليكم، ما تنساوش تابونو معايا الباشين، شوفو خاصيتو الجرس، وتخليو شي كومونتير تما، وتعطيو على زر جيم، وتبارطاجيو مع خوتكم في لي ريزو سوسيال. تبارك الله عليكم خوتي، ما تنساوش تابوناو، وشوفو خاصيتو الجرس. تحياتي.